ولد الإعلامي اللبناني حسن جمول في 15 أكتوبر عام 1970، يعمل كمذيع أخبار في قناة الجزيرة. حاصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام والتوثيق بالجامعة اللبنانية، وشهادة امتياز فني رسمية TS في المعلوماتية الإدارية، كما قام بدبلجة العديد من الأفلام الوثائقية باللغة العربية، وتعاقد مع عدة شركات إنتاج في بيروت من عام 1996 إلى عام 2003. عمل منتج أخبار ومذيع ومعد ومقدم برامج في إذاعة محلية في بيروت من عام 1990 إلى عام 1997، كما عمل منتج أخبار ومذيع ومعد ومقدم برامج إخبارية وسياسية في تلفزيون الشبكة الوطنية للإرسال NBN في بيروت، حائز على جائزة مذيعي الأخبار في لبنان مرتين متتاليتين من مهرجان وسائل الإعلام بلبنان عام 2003-2004. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.